وفاء مصلي شو هاي الحلاوه؟ سلام شو هي الحلوه؟ اذا نيالو جمهور الحفله اليوم هي بوجود حيدوره. هاد كله رح يدوره طبعا. ماجد ما له حصه؟ لا ولا ابدا. لا هلا انت انا بعتبرك ابني وحفيدي. ايوه فاليوم لا كمان ابني. كترانين اللي محبيني اليوم. طلع اليوم على خشبه دار الاوبرا لحتى تقدمي صديق من اصدقائك ومبدع من مبدعين سوريا مايسترو مؤيد الخالدي. بنفتخر فيهم اكيد. خبريني، مشتاقه تطلعي على المسرح؟ ايه انا دائما بطلع على المسرح على فكره. وبس اليوم يعني في شيء متميز وخاص باعتبار انه صديقنا مايسترو مشهور بكندا وله اعمال كثير مهمه وعم يفتح دور اوبرا وموسيقى شرقيه بكثير من الدول العربيه، ونحن بنفخر لما بيكون في حدا من بلدنا عم يترك يعني ارث كثير مهم وتاريخ عظيم وخاصه بالموسيقى. مليون بالمية. شو بتعرفي يا ترى عن حيدوره؟ حيدورة بعرف انه بيحبني وبيكفيني هذا الشيء. ايوه حيدورة شو بتعرف عن ماما وفاء؟ انا بحبها كثير على التلفزيون، بضلني تابعيك كل يوم. ايوه واللي بقلبك قولون. وكمان بحبك لما تكوني على التلفزيون، وانت بحبك يعني اكثر من ممثلة بين كل هالموسم. بتحبني وانا شريرة ولا وانا حبابة؟ الاثنين.